الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، زمن كان أين تشوغنو يا وقت كان أين نولا هي يا مالمهن خاصة وحاس كم وقتون لن نولا هي ويركا قاوين الغوهايو إسلام كا كدين أهان iyo muslimiinta ka dad diinta rumaysan oo haysta ahaan mustawayaadko dhan dawladihii ha noqdeen madaxdii ha noqdeen shucuubtii in badan oo ka mid ah ha noqdeen kuwa mutacallimiin isku sheega ha noqdeen mustawayaadkii oo dhan wakaana waxaad moodaa adduunka inaysan ka jirin mushkilo aan islaamnimada ahayn إلهي تبارك وتعالى هرين أو شيغي دين تاني أهل الباطل كورن إن إسوكا شنيان كريشتن كو العل دين تن يدولة هودو يهود والعل يدولة ديدو بوذي يدا إيو تشينا والعل دين تن يدت كاد هندوسكا إيو هنديد والعل دين تن دت كاد عوامتي يكون دين تلهين والعل فالإسويدية محاك كل ميي إني كل قد دين تلعلوبان لأن يدا حقه انتو ذك لنا وأهل الباطل تقال كامركة سعودة اللي قول استي إن دولده إي حكم كي قعنت مسلمين تلقى السهره وانا النبي جن هري وشجع صلى الله عليه وآله وسلم وح أجوه الرية الدين تنوي دون تان وحكمك كذب قيبها كلا لوسود دقيا أول دون يا إن جنتين جنتين لافره حديد هذا لوسيو وح هذا الاسكود يا إن لو ويرره عقيدة ذي إن لو ويرره أخلاق ذي إن له جومه دقن كذا مبادئ ذا دت كذا ظروف تنوع عاس مركا وحي سويدين لو ممكن كي سويدين يا موجدها النوع عاس التحديات كا تشالنجز كهير كاس كارسيس سيبو دين تيسا أغسق نانكرا أو إلى شنكرا قد برنا ورأة سيدك ديها هدين أكر مرنو وحا أغوه الرأي إن أكت هاي دين تأذ هاي ستة قيمها يكفر له. هداد أكت هاي قيمة هذا وحكستور بعه وحكو كبدل الميس. قرط هدي لقاشرو حولها قدر مادان لباتك وكستك وقبسته. هداد أكت هاي وحكا قال السن إن سنتين دين تأذ واحد كبدل الميس ما شرو. لكن قرما إيمان إسا مصيبة ذو مارك الدين تقيمه ذو أكتا ذو أو كويرا ذو أو حيالك لكالا وينا دان الله تبارك وتعالى دين تن يددك ذو دورتي سيد القرآن كإلهي كشيك تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا دورش إلهي هو دورش ذي إلهي كدورتي إناد إلالي سوي يمي إناد كتك تماه إن عداد إسكوغو يميد آدوغا تكترما ساس دراد يدقرو واحد هاي ستو قيمي هيسا دين حقا أو نولك كوركي ستال أون إسلام هاي المجرتو إن الدين عند الله الإسلام ديني واون إسلام نمو وحيك لإله يلي ماي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نعمة إلهي بحيتي أقول قال السند إن هذا هيسته أقول كفر أذيك قدم كلا بادي وحوي إن هذا سجناتك أقول قال مين إياه إن هذا مرول بإيمانك حوجسه سيد النبي قال إنه صلى الله عليه وسلم إيمانك ودو قبا سيد القرآن كأن كفه هني أما القرآن كعديين إيمانك وسيادة وحلق فهم يا إنه النسقامه أحاديث النبي كان عدين إيسه إن أدمرك إيمانك حوشيسود مرول بعسبوني سيو عسبوني سيسو وحيالات شراء إيمانك عسبوني سيو أم حوشيه ومناصباتك لك هذا اللي
لأن مركز الروح إيمانك سحوق سدو وحوق يشو وحافظ ضدانيا إنه تحديات كهيستو أتكيستو أو ستين تيسا وكفر أذيب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ذاتك إيمانك له مرك الله إطلاقنا متك كامل كأبو كدعة. ذاتك إيمانك لإلهي بالصغية أدونك نواكو الصغية آخرنا نواكو الصغية أدونك وحوكو الصغية عملك الصالحة إيه خيرك آخرنا قبرك امتحانك سي سؤاله سي أهواشا كدن بيسو إلهي كو الصغية حكم إذا أسبابتك وقوك البين كرت إنا تسقناته إنا قابش القرآن ككريم كأه برشديسة فهم كيسة أخرين تيسة كرقن كيسة إلى لين تيسة إنا القرآن كصاحب كرقته روح قرآن كصاحب لا وقرآن كإله تبارك وتعالى هبيني مال بقرب أيه ملمو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى من اللومه آخرنا عذاب مقاله روحي القرآن كصاحب كردت ملوميس لأن يسقكوا إلى لنيا إلهكوا حفظنا يا تبارك وتعالى. الله نبي سوحي كويل وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك قرآن كوحان كوغسو دجيني ترتيب ترتيب لوغسو دجي إن قلبك آقا كسوك نظرات الله بايدي تبارك وتعالى وحكم ذا أسباب تكيني كرت إناد سقناتو إناد أقول لذا هاي دين تادا تقانو إيمان كاقي عقيدة دادو كسا ليسن يهي حجو إيه دليل إيه برهان إناد قناعة إيه يقين قادو مركات هل كاقادو وحجدو واضح كوتا هاي وحكو علمي يسن أوضا شاقت كليا أهين وحكو دقاتين كرمجرو وأكون ريحي كرنا مجرم. مثال هذا كنت سيوي فربديه لكن وحي نسوق هذا كرنا. فرعون علم ذي سي سحر ضاها. مركي النبي موسى صلى الله عليه وسلم بحي. والسحر كودي كيران. والنبي موسى الله أمري إنه أشر رضاه وأشي توري. أي أشي سحر كودي مد مد أقرب سطي أعنتي. أي فشلمان وحيكو قصبنا ذين إني إعلاميان إني إيمان قاتين الرميين آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وإسديبان محاكي لإني إسديبان حجدا كانتي مركي إيمان كي قاتين كدب مركيبا وحي لكل من فرعون إيهان شباد ديزا ولا وحول اللغه نيجعبه الناس إصلافا أقويني جيت كتمرت سلكي سنوان إذن كدل دلي وأن أجان دون تان أني إسق كان نجع عذابي عقوبة أذك وفيرسو وضد إيمانك وحسبي هذا يسوي إيمانك قاتل هذا مع ذلك فرعون إيهن شبادي سي أول يقان قاب وحول عقابه iyo adeegiisi qalafsanaanti si naxariista radiisa markiiba hanjabaad iyo handadaad maxaa dhacay markaa waxay ku yiraahdeen qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min albayinati walladhi fatarna fir'aun u dhageyso waxba hay su'aalin adaymahan aan helay ya intaanu adiga ku raacno ka tagimayno adaymahan ka dooran mayno waxaad ka badin weydayaal وحد سمين كرتنا السماء أنجو عضين يحج أنه هلاي أيضا وحن كبدلني إني لم أجرتو هذا دون تنجوجو هذا دون تندل هذا دون توحد دون السماء لكن حج عض أنو عداتين أنو كتجنون أديك كرعة نمرنا هكيابي محاير كجرسي وحي كقن عين حج ذا عض إنه هرب جيبه وحي قن عسي وحي كسجنا ين إنه باطل أها ساس تردد إيمان إي يقين بي مركيب قارين وانا مدى كنتي إني وحيالها النوع عصرن ودل قاتان إنو أبيال ساس تردد دين تادو هدي حجة إي يقين كسلي سنتهي شبهات كان إي شهوات كان إي وحاني وحوي كميالي كريا وحاكم إذا أرمها إيقا إن الروح دين تكون رقمه دين تينا دقن وقادت أحكام تيدا كالدوان مقعويا الأن دين تدحجوغها النقنين
sheegad ha ku dhex noqonin. Diintan camal baa loo soo dejiyey. Bacda alcilmi qaado oo ku dhaqan naftaada ku dhaq, dhaqaalahaaga ku dhaq, gurigaaga ku dhaq, caruurtaada ku dhaq, noloshaada islaame waa lagu xifdinaa. Markaa allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وحلقوا أن إني يهدي كعمل فللهين ويخير بدنا الله حق السجدنا أيضا يعني أهبنا الله وين السجن الله هين وين أخير بدنا الله مرك كعمل فلدين قلب كحجاي وحوي وبريضة دعاء إلهي إن أتقعمه وورست إنه كسوغو حيالي الله تبارك وتعالى روحه سنسوغين ما سوغنان كرو نبي جينا محمد وحالو يقول صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك إن أن كسوغني هدين تشري لهين أنا أنو كسوغي لهين لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا وحاد سكتي إن أد وحير أئيلتو إيجا وحاد سكتي لكن وا كسوغني أنا كسوغني بألا لي تبارك وتعالى هذا أنك سُجِّل لهين ماذا سُجِّلتين؟ ساس تردد ربي قبري سجى قلوبك عن تكوهية. نبينا صلوات ربي وسلام عليه. وتقرأ إنسان سيد ولد آدم مؤمنين تأبو إيمان رجح سنا. أيها هذا ندعى سوحة أبض نيد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إلهك قلوب ترك رجو. قلبي جاي جديد هذا كرك هذا كسوك الله إلهي كسوك إلهه إسوك إلهه إسوك بأوبن دعاء النبي جل صلى الله عليه وسلم إلى أي حاس كيس عائشة ويدس رسول كلام حد دعاء أوبدي سا دعاء ذاك وجب بدنه وركان النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أضم ماذا قلبي يضاد وحي أرد حيا الله بفرض إلهي فريس كم ذا سيدو ضانون أرك رجاء الله تبارك وتعالى إمسا مسلم أها وقلبي جيس أنت إيمانك لجر رجعي قال نما إياه كفر لجر رجعي بروبت إلهي بقى عندك إلهي أمك أعر ربي قوي ديسينه كسوة تبارك وتعالى شداد ابن أوس بن نبي جن وحكور شداد أو هداد أركت ضدك الذهب كي في ضدك كيد سنيا أدوك كلمات كان كيد صبو النبي صلى الله عليه وسلم طبراني بصوص ساري كلمات كوا كوا اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد إله السكنان أيان كويدي سنة يا حق أن كسكناده إيا إنا قوان أذك أيا شواناك سمين تيسا إلى آخر الحديث الله باري تبارك وتعالى قد بدأ وحا كم إذا سكنان تادا قيبك قادنا إياه إنا دي إلهي دين تيسا أهي اللي سو شقال إلهي النقو إلهي أشقه دين تي إلهي أشقه بر هذا تقانو بقال هذا ليس تكبحي هذا نفت هذا إلي كرتو كبحي وحكستون نفيسو هاي ستو دينت إلهي كقرب استاكسي إلهي كوسوغو الله وحور يا أيها الذين آمنوا وركوا الرميي وإن تنصروا الله ينصركم هذا أوهي اللسان الله وإذين هيلنا ويثبت أقدامكم قمده نيلوغيه إننا وصوغيا ها ولا ينصرن الله من ينصره إلهي وكدرت عدي الله إيه اللي سبلي وأوه لنايا عدي الله أوه اللي سبلي وأوه لنايا هي الذي إلهي وحكم إذا إنه كسوغ وفتنك كا إلالي مارك دينتا أوه اللي دينتا أشقه دينتا كشقه تدك كشقين يا قرب استاك يا عقلي قاقة حكمة دادة أود دادة بقالها قاقة كو قرب استاك دينتا إلهي حوقي ستتبارك وتعالى وحكم إذا أسبابتا سقنان تكيني كريسينا سقناته الرفقة الصالحة صاحبه وناكس يدرس وناكس يدقان وناكس يمجتمع وناكس هنا تقول إحنا ولاده إذا الله نوشه الله صاحب كذا شيء كذا قال الله إذا درس كلا تهاي هجاتي وحين النبي قال روحه صلى الله عليه وسلم روحه صاحب كيبو كدين يهاي إيه كفير سد عدا الله صاحب إنسان قرآن كنا ميلو إنه أقول شيء جاي سد أي صاحب بدو صاحب بدو قصة ميين أدد ونكسنا صاحي بضوض أقلافتين ويأخربين إلى آخر مركة الله تقعي على عليان محان رسولك أرعي واي محان كان أرعي ومحان يكون قباني ساحي لغاس سيدة دراد صاحي بضوض جلسة ذاتك الله نوشهي ذاتك كو أخيارتو ذي في عنكرنكو أردال ذا ذاتك أشرارتو حنحن إساقفكو يينكو دوفصنين ويينكو دباتكو قليلين
waxa kamid ah asbaabta iyada ah inaad diinta kala cararto meelaha iyo shubuhaadka diintaadi iyo caqiidadaada khatarta gelinaya. meelaha khatarta ah isku tuurin, la carar diintaada, caqiidadaada la carar. intaad la badbaadi karta la badbaad, naftaada haddii loo soo dhigto waad la carartaa. meeshii naftaadu khatar ku gasho waad la carartaa, waad ka carartaa. xoolahaagu hadday khatar galaan waad la qaxdaayo, waad la carartaa. ilmahaagu hadday halis galaan waad la carartaayo, waad la qaxdaa. ma diintaada ka raqiisan? bal isweydii meesha diintaadi iyo akhlaaqdaadu halis ku jirto waa inaad ka bedelato oo meel diintaadi iyo akhlaaqdaada u dhaanta aad tagto. shubahaadka ha isdhihin. intaad madaxa ku diirtood ku dhiirato, mu'min xoog badan baa tahay, aqoon baad leedahay, waad iska celin kartaa. hadhihi nabigeennu sallallahu calayhi waalihi wasallam wuxuu leeyahay, ciddii dajaal maqashaha ka fogaado ka carara. maxaa yeelay ruux mu'mina u tagaya oo moodaya inuu mu'min yahay nin baa u tagaya, isleh waad adkaysan kartaa, dajaal buu aadaya. markuu u tago shubahaadkiisii intuu ku furuu raacaya. saas weeye, quluubta bini aadamku waa daciif. hal shubha oo kugu soo dhacday ama kuu soo martay muxuu ahaayey whatsapp kuu soo martay, ama kuu soo martay facebook kuu soo martay, ama muxuu ahay deris kuu soo ama saaxiib kuu soo martay, hal shubha laga yaabaa oo qalbigaaga ku dhacday in ay tadawurto, horumar samayso, kadibna ay akhiiran keento inaad diintaba ka baxdo. saas daraaddeed ha fududaysanin waxyaalaha kugu soo dhacaya, hana aadi ka fogow intaad ka fogaan karayso. waxaa ka mid ah asbaabta iyada ah inaad mar walba ku kalsoonaato ilaahay wacdigiisa yaboohiisa. ilaahay wuxuu yaboohay inuu xaqu sugnaanayo baatilkuna burayo, inuu mu'miniinta u hiilinayo diintuna xoogaysanayso guulaysanayso, in baatilka iyo dadkiisu ay hoos marayaan. laakiin dadka intooda badan maskaxdooda waxaa ku jirta maanta waaqica adduunka ayaa gaalaa haysata dhinac walba, dhaqaalihii yacni wax weeye, awooddii militariga, tiknolojiyadii, muslimiintii waa ducafo, dhulkoodii iyo dalalkoodii bay xataa ducafo ku yihiin. sheekhu, warkan waa la guulaysanayaa, miyaad qarwaysaa bay ku leeyihiin. yaa, war miyaad riyoonaysaa? adoo soo jeeda miyaad riyoonaysaa? war ma riyoonaya, rabbi baa yidhi, rasuulkiisaa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. alla been ma sheego, ballanna kama baxo, rasuulkiisuna been ma sheego salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. waana u soo joogi doonaa. daliil cadna waxaa idinku filan. reer galbeedka awooddoodo dhan intay isugu geeyeen inay islaamka la dagaalamaan, maray argagixiso ku sheegaan, markay xagjirnimo ku sheegaan, maray wax burburinaya ku sheegaan, si walba magac kasta ciidan ahaan ugu soo duulo dalalkii muslimiinta qabsade, kuwa iyaga raacsan intay u dhiibteen uga tage, si walba sameeye, dhaqaale ku bixiye, hay-ada tansiir oo dadka gaaliyaysiinaya soo dire, fasaad faafiye, waxaasoo dhan inay islaamka baabi'iyaan waaye. laakiin xaggee islaamkii maanta marayaa? intaasoo dagaal ah reer galbeed maanta waxa weeye baqdintooda ugu badan waa islaamnimada, waa diinta islaamka. waa maxay ku soo baxday? islaam phobia. diintii bay ka baqeen, gudahoodii bay soo gashay. aqoonyahankoodii baa islaamaya, mutacallimiintoodii baa islaamaya, milyaneerkoodii baa islaamaya. lanna waxa weeye ma hayaan waxay dadka ku qanciyaan, ma hayaan. birtu bini aadanka ma qanciso, guri quruxsan ma qanciyo, waddan nadiifa ma qanciso. bini aadamka waxaa qanciya inuu allihiisa rumeeyo, ku xidhmo, xaqa rumeeya qanciya. reer galbeedna ma hayaan, haddayna haynina meeshii ay jirtaa khalqigu ka raadsanaya. diintani waa faafaysaa bishahaadatihim. diinta ugu faafid badan adduunka waa islaamnimada, ugu faafid badan. war ma dowlad baa taageerta maya? xataa kuwii dalalkooda ka taliyey ayaan taageero u haynin diinta islaamka. xataa hay-adihii yaryaraaye taageerahay muxsiniinta wax ka soo ururinayay ayaa la wada xidhay, calashaani wax wey diintani inaysan horay u soconin. laakiin maxay yeeshay waay diintan? awooddeediiyo xooggeedu ma aha wax bannaanka uga imaanaya, awooddeediiyo xooggeedu waa wax caqiidadeeda ku jira waay. ayadoon shilin lagu bixinin bay faafi, ayadoon awood loo isticmaalin bay faafi, iyadoo dowladii garab istaagin bay faafi oo caalamka jiidaysaa. maxaa Macron ka qaylisiiyey madaxweynaha Faransiiska? maxaa ka qaylisiiyey? ma wax kale?
لكن ما حال سمين كرا وحما لما سمين كرا محاكيني قبرير أو خمار قبطة وما المهن قبرير أو خمار قبطة مسلمة ده أو برلمان كفرنسيس كصور لحفري ستي إني حبنيه برلمان كقار كمي ده قار بضل وكمي ده عراران وقحان وي برلمان كعراران علشان هو خمار يرو قبر مسلمة ده قبطة صوك شي برلمان كفري ستي وحد مدى إني اللي بح أركان هداد قبرنا هذا خمار كذا كعرارتين عقيدة الخمار كقدم بيسا كحق بدل وأنا واحد ما أنت ولول كإذن كوهية لما علي كرا لما ندبالي كرا دين تاني والدين حق بدل سكست الله ينال لما ندبالي كرا الله حليه تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون إلهي وعدم يستري تبارك وتعالى إستقال بلنق هذا عدهر استاقرت أود إلهي لما جرته ككل صنو عقيدة هذا من صحته دين هذا صحته أود يدل هذا مالما ويا الدنيا ذي إنك كذين علشان مالما مالمهن يحل يدا هذا اللي تشوقه وحوقا أود بالله نقل إياه أنت اسمه عالم كتاريخ بصامر وانا مريضونا دين هذا كؤتك أو كدك أو كصبر أو كسجن أو أشقة أو كشقة أو تحديات كني يتشالن شيئا ذن شرايا هوايرات الدين هذا ينكاعلين عقيدة هذه أخلاق هذانا مركز الروح ممكن مشكلة جلو وحالة أتكاتو ومسلمين تعليل جلان وحي كنتا إن الدين هذا كسي متدان إن الدين هذا كسي دجان ما يكنتا إن كعران ما كنتو صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضى اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.